أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في نشرة أخبار حقوق الإنسان للعالم العربي. قالت الشبكة العربية في بيان صادر عنها بتاريخ 24 نوفمبر أن أجهزة الأمن السودانية قامت باعتقال عدد من طلاب المدرسة الثانوية بحي الامتداد بمدينة نيالا صباح الخميس 8 نوفمبر 2022، حيث قامت بتعذيبهم، فقامت بصب ماء النار على بعضهم بالإضافة إلى ضرب العديد من المعتقلين الطلاب، مما ترك آثارا خطيرة على أجسادهم. وقام أفراد أجهزة الأمن بتهديد أسر المعتقلين بالتصفية الجسدية، إذ ما أقدموا على فتح بلاغات جنائية بشأن تعذيب ذويهم. كما ذكر لهم أحد أفراد الأجهزة الأمنية أنه لا يحق لأحد محاسبتهم سوى الله عز وجل. كانت الأجهزة الأمنية قد قامت بتلفيق تهمة تسريب ملفات تخصها من استراحة جهاز الأمن بنيالا إلى الطلاب تبريرا لاعتقالهم وتعذيبهم، إذ يرجع السبب الأساسي في اعتقال هؤلاء الطلاب حسب الشبكة وتعذيبهم إلى إشعالهم فتيل المظاهرات التي اندلعت بدارفور في 31 يوليو الماضي، وانضمت إليها جموع الشعب لتصبح أكبر تظاهرات يشهدها إقليم دارفور احتجاجا على غلاء المعيشة وسوء الأحوال الاقتصادية ومطالبين بإسقاط النظام. وطلبت الشبكة العربية بضرورة فتح تحقيق فوري في هذه المهزلة الأمنية ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للقضاء. في شأن آخر الآن، قالت الجزيرة للأخبار الحقوقية على موقعها الإلكتروني أن منظمة العفو الدولية دعت السلطات السعودية إلى الإفراج عن 15 رجلا قالت أنهم اعتقلوا خلال مظاهرة سلمية قبل يومين أو توجيه تهم إليهم بارتكاب جرم جنائي معترف به. وقالت المنظمة أن الشرطة السعودية ألقت القبض على الرجال بعد تظاهرهم خارج مكاتب لجنة حقوق الإنسان في العاصمة الرياض الثلاثاء، إلى جانب 22 امرأة وثمانية أطفال أفرج عنهم في وقت لاحق بعد تعهدهم بعدم المشاركة في أي مظاهرة لاحقة. وأضافت أن الشرطة السعودية وضعت المتظاهرين المعتقلين في حافلات واقتادتهم إلى إدارة التحقيقات الجنائية، حيث قدموا إفادتهم قبل نقلهم للاستجواب في هيئة التحقيق والادعاء العام. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية سيد فيليب لوثر أن المشاركة في مظاهرة سلمية أو انتقاد السلطات على معاملتها للمحتجزين لم يكن أبدا سببا مشروعا للاعتقال والاحتجاز. وأضاف لوثر أنه يتعين على السلطات السعودية الإفراج عن جميع المعتقلين في المظاهرة أو توجيه تهم لهم بارتكاب جرائم جنائية معترف بها، إذ كانت هناك أسباب مشروعة للقيام بذلك. وراوت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان عن مشاركات في الاحتجاج أن المظاهرة جاءت للاحتجاج على احتجاز السلطات أقاربهم لفترات طويلة. وقالت واحدة أن زوجها يقبع في السجن منذ 12 سنة. من السعودية إلى قطر الآن، حيث أدان عدد من المصادر الحقوقية القرار الصادر من محكمة أمن الدولة القطري والقاضي بالسجن المؤبد بحق الشاعر القطري محمد بن الذيب العجمي، وذلك على خلفية قصيدة شعرية حملت انتقادات لمقربين من أمير قطر تم تداولها على موقع اليوتيوب حسب قول المصادر. ونبقى إلى حد الساعة دون تأكيد لذلك، وسنفيكم بالتفاصيل في نشراتنا القادمة. وكانت في هذا صدد قوة الأمن القطرية قد اعتقلت الشاعر محمد بن ديب العجمي على خلفية إلقائه قصيدة شعرية حملت انتقادات لأنظمة الحكم العربية ومنها النظام القطري، وعلى إثرها تم إلقاء القبض عليه في نوفمبر 2021، ووجهت له النيابة تهمة التحريض على قلب نظام الحكم. وقد شهدت قضية الذيب العديد من المخالفات القانونية. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في هذا الصدد أن الحكم الصادر بالسجن المؤبد بحق الشاعر ديب يعتبر حكما قاسيا جدا، وينتهك كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها قطر، ويعد تراجعا خطيرا في مجال حرية الرأي والتعبير. فكيف لنظام يدعي أنه يحترم حرية الرأي والتعبير أن يقوم بمعاقبة شخص على رأيه بمثل هذه العقوبة المشحفة على حد قول الشبكة؟ بهذا الخبر أعزائي المشاهدين نصل إذن إلى نهاية نشرتنا. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.